عمارة مكونة من 5 طوابق ومحاذية تماما لمدرسة ابتدائية وسط حي سكني بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة، تحولت إلى قنبلة موقوتة بعد أن حولها مجهولون إلى وكر للفساد وآخرون لمرحاض عمومية، الأمر الذي أثار استياء السكان معبرين عن تذمرهم من حال هذه العمارة منذ عدة سنوات. العمارة لخصها أنها مأوى لجميع أنواع الانحراف، ناهيك على الجانب الصحي، جانب صحي هم سكان ساكنين فيها، سكان بمحاذاتها بعد هم اللي يعانيوا. ونطلبوا احنا من السلطات تجي توضع حد لهذه العماره هذه، يا تعدلها تسكنها للناس اللي ما عندهمش مساكن يسكنوا، يا تقفلها يا تريبها وتعاود تخدمها، يعني موقع كيما هذا ورزق كيما هذا قاعد يطايش. المتنفس الوحيد لأطفال الحي هو هذا المكان الذي حرموا من اللعب فيه من قبل أوليائهم خوفا عليهم. كنا لهنا وما عندناش باش نلعبوا، لو كان نروحوا للسيارات يدهمونا، وهنا لو كان نقعدوا نخافوا من هذا الباطيم عليها ما نجيوش ليها. مشكلة حاولنا إيجاد حل أو توضيح لها من قبل المدير العام لمؤسسة التسيير العقاري بالولاية، إلا أننا لم نتمكن من تحديد أي موعد معه ليبقى المواطن دائما هو الضحية. مراسلة قناة شروق نيوز من قسنطينة عبير دريوكا.